مواد مسرطنة تتعرض لها يوميا أنت وأسرتك، وبالذات الأطفال وربات المنزل وبعض المهن، فكيف تحمي نفسك بطرق مبتكرة والبدائل والحلول؟ لا يهم الشركات صحتك ولا أمان المواد المستخدمة في الصناعات، فامتلأت بيوتنا وأعمالنا بمواد مسرطنة نتعرض لها يوميا في الطعام والشراب والأثاث والملابس والعطور، بل وفي المنظفات والشامبو ومعجون الأسنان. ستشعر مع الحلقة أنك محاصر وأن كل ما حولك مواد مسرطنة، ولكن لا تنزعج، سنقدم بإذن الله في نهاية الحلقة طوق النجاة والبدائل والحلول، فالوقاية تبدأ بمعلومة مثبتة علميا. لإعطاء اللحوم اللون الوردي الجذاب المتميز يتم إضافة مادة الN-nitrosamine، وهي مادة مسرطنة للكلى والكبد والرئة والمعدة. ومادة الN-nitrosamine لا تتواجد فقط في اللحوم المصنعة، بل تتواجد أيضا في بعض أدوية الضغط والسكري ومضادات الحموضة ولهيات الأطفال ومستحضرات التجميل ومعجون الأسنان. لإعطاء ألوان جذابة مميزة لبعض الحلويات والمخبوزات والفواكه يتم إضافة ألوان صناعية مثل مادة الإريثروسين والكارموميسين، وهي مواد مسرطنة للدم والكبد والمثانة. هذه الألوان تتواجد أيضا في بعض الأدوية وبالذات أدوية الأطفال لجعلها أكثر جاذبية، كما تتواجد في أحمر الشفاة وطلاء الأظافر، وأيضا تتواجد في المنتجات الجلدية والبلاستيكية، بل وتتواجد الألوان الصناعية أيضا في معجون الأسنان وغسول الفم وصبغات الشعر، بل وبعض المخللات وتتبيلات السلطة وأحبار الطباعة والدهانات والورنيش. في صناديق البيتزا وحقائب الوجبات السريعة والشامبو وبعض مستحضرات التجميل ومواد الطلاء والعزل يتواجد حامض البيرفلورو أكتانويك، والذي يسبب في سرطانات مختلفة أهمها سرطان القصية والكبد والكلى والثدي. في رقائق البطاطس والزيوت النباتية المهدرجة والعلكة وبعض مواد تغليف الأدوية والخميرة الجافة النشطة تتواجد مادة البيوتايل هيدروكسي أنيزول، والمتسببة في سرطان المعدة والمثانة البولية والغدة الدرقية. الدخان ذو الرائحة الجميلة الناتج عن الشوي والشموع المعطرة وبعض مكونات اختبار التيفود في المعامل يتواجد بها الأمينات الحلقية الغير متجانسة، والمتسببة في سرطان القولون والبروستاتا والثدي. المنظفات والمطهرات ومعطرات الجو تتواجد بها المواد العضوية المتطايرة والمتسببة في سرطان الكبد والكلى، وتتواجد هذه المواد العضوية المتطايرة أيضا في أفران الغاز ومواد البناء والسجاد وخشب الأرضيات والأثاث والمواد المتطايرة أثناء الطهي والغراء والمواد اللاصقة ومستحضرات التجميل ومزيلات العرق والطابعات وآلات النسخ والتنظيف الجاف للملابس والتدخين. مادة 1.4 ديوكسان تتواجد في الملوثات البيئية والتي تصلون في بعض الأغذية مثل الدهون الحيوانية ومنتجات الألبان والأسماك والمياه الملوثة، وتتسبب في سرطان الكبد والكلى والثدي. مادة 1.4 ديوكسان تتواجد أيضا في تغليف المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات. بعض الأجهزة الإلكترونية والمحولات والدهانات والأحبار تتواجد بها ثنائيات الفينايل متعدد الكلور، والمتسببة في سرطان الجلد والغدد الليمفاوية والثدي. الفورمالدهيد، وما أدراك ما الفورمالدهيد، والمتواجد في الخشب المضغوط والمصانع والمعامل والمشرحة، والمتسبب في 8 أنواع من السرطانات أهمها سرطان البلعوم الأنفي. ويتواجد الفورمالدهيد أيضا في بعض مستحضرات التجميل وفي بعض الأقمشة والمواد اللاصقة والمواد الحافظة، وهو أحد مكونات التبغ. مادة البنزين ومشتقاتها تتواجد في صناعات النفط والغاز وتنتج من احتراق الديزل، وأيضا تتواجد في مواقد الغاز في المنازل، وتتسبب في سرطانات مختلفة أهمها سرطان الدم. حرق الخشب ورصف الطرق وعوادم السيارات وبعض الأطعمة مثل الحبوب واللحوم المدخنة
تتواجد بها الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمتسببة في أنواع مختلفة من السرطانات، أهمها سرطان المعدة والكبد والبنكرياس والجلد والرئة. الأكياس البلاستيكية وأغلفة الطعام والأكواب الورقية والملابس البوليستر وبعض ألعاب الأطفال والأدوات المنزلية تتواجد بها المواد البلاستيكية متناهية الصغر النانونية والمتسببة في سرطان الجلد والجهاز الهضمي. لتحسين حجم ولون الثمار ومنع تساقطها وبخاصة البطاطس والكمثرى والتفاح، يتم استخدام مادة الدامينوزايد والتي تسبب في سرطان الأوعية الدموية والكبد والرحم. في الآيس كريم والكاتشب والمايونيز وزبدة الفول السوداني يتم استخدام مواد محسنة للطعم ومحسنة للقوام مثل الليتسين والبولي سوربيت، وهي مواد مسرطنة للمعدة والقولون والبنكرياس. المواد الغذائية التي يروج لها على أنها خالية من السكر أو قليلة السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية الدايت وبعض العصائر والحلويات والمخبوزات والآيس كريم وأيضا بعض المعلبات، يضاف إليها محليات صناعية مثل الأسبرتام والسكرالوز، وهي مواد مسرطنة للمثانة البولية والبنكرياس والثدي. لمنع وتأخير الحرائق لا قدر الله، يتم إضافة مواد مثبطات للهب يتم وضعها في الأثاث والمفروشات ولعب الأطفال ومقاعد السيارات وأيضا بعض الإلكترونيات ومواد البناء، وهي مواد مسرطنة للجلد والثدي والمريء والأمعاء والرئة. لتليين البلاستيكات ولعمل مرونة في بعض المنتجات مثل الصابون والشامبو وطلاء الأظافر ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال وإطار النوافذ والأرضيات الفينيل وتغليف المواد الغذائية، يتم إضافة مادة الفيتاليت وهي مادة مسرطنة للجهاز التناسلي والكبد والعظام والغدة الدرقية. في الغراء والأشرطة اللاصقة ومزيلات البقع والبخور والعطور وقطع غيار السيارات، يتم إضافة المذيبات العضوية والراتنجات وهي مواد مسرطنة للكبد والغدد الليمفاوية وعنق الرحم. يتم رش المنتجات الزراعية بمادة الجلايفوسيت، وهي مادة تعتبر مبيد حشري ومبيد للأعشاب الغير مرغوب فيها، وتنتقل إلى المزروعات والحيوان والإنسان بل وتنتقل إلى النحل كما تلوث الهواء والماء، وهذه المادة شديدة السمية الجينية وتتسبب في سرطان الدم والغدد الليمفاوية. في معطرات المراحيض ولحماية الملابس من العفو يتم إضافة مادة النفثالين وهي مادة مسرطنة للكبد. والآن مع طوق النجاة والبدائل والحلول، نبدأها بالاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه مثل التدخين والمواد الحافظة في المعلبات وصناعة كل ما يمكن صناعته في المنزل، فأنت لن تضع على الطعام مواد حافظة ولا محسنات للقوام ولا ألوان صناعية. تقليل الاستخدام للحد الأدنى مثل الأكياس البلاستيكية والأوعية البلاستيكية لحفظ وتخزين الطعام والشامبو ومستحضرات التجميل واللحوم المدخنة والمصنعة، والتقليل للحد الأدنى أيضا من استخدام رقائق البطاطس والعلكة والبخور والعطور والشموع المعطرة والأدوية غير الضرورية بعد مشاورة الطبيب، مع التقليل من استخدام الأكواب الورقية والكاتشب والمايونيز والآيس كريم. الاختيارات الصحية للطعام قدر المستطاع باستخدام الطعام الصحي الطازج بالحد الأدنى من المبيدات الحشرية، مع غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء بتمرير الماء دقيقتين ثم تنشيفها وإزالة القشرة. طرق طهي الطعام الصحية بدون شواء وبدون طهي عالي الحرارة واستخدام الزجاج والسيراميك أو الستانلس ستيل عالي الجودة. تقليل التعرض قدر المستطاع بالتهوية الجيدة وتركيب مراوح شفط جيدة، مع استخدام أدوات الوقاية الشخصية للعاملين في المعامل ومواد الطلاء ومواد البناء والحبارات ومحطات البنزين وأثناء التنظيف والتطهير وإزالة البقع. المداومة على النظافة والاستحمام لإزالة الملوثات من البيئة ومكان العمل والمنزل. التوعية والقراءة والاطلاع والتثقيف، وأن تحاول أن تعرف مكونات وتركيب كل ما تتعامل معه.
تفعيل دور الجهات الرقابية على المصانع والمعامل والمزارع والشركات وإلزامهم بتوضيح المخاطر المحتملة على العمال والمستهلكين، وحيث أنه لا يمكن الاستغناء عن كل شيء ولا بد من التعرض لبعض المواد المسرطنة، فعلينا برفع المناعة ونختصرها في بعض النقاط. أولها المكملات الغذائية عند نقصها تحت إشراف الطبيب. النشاط البدني والحفاظ على الوزن الصحي والإكثار من الأعشاب المضادة للسرطان مثل الشاي الأخضر والكركم. النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه الطازجة، وبخاصة البروكلي والملفوف والقرنبيط والجرجير والزبادي، مع الإكثار من عسل النحل وزيت الزيتون. اقتصد ولا تجمع على نفسك مجموعة من المواد المسرطنة دفعة واحدة، فلا تأكل مثلا البيتزا في علبة بها مواد مسرطنة، معها رقائق البطاطس المرشوشة بمبيدات حشرية بها مواد مسرطنة، والمقلية في زيت مهدرج به مواد مسرطنة، ومعها قطعة من اللحم تخرج أبخرة بها مواد مسرطنة، ثم تتبعها بالكولا الدايت، ثم تغسل أسنانك بمعجون الأسنان، ثم تذهب إلى عملك قليل التهوية لتعود إلى منزلك لتغسل شعرك بالشامبو. صحيح لا يحدث السرطان إلا بالتعرض المتكرر والمستمر للمواد المسرطنة، وأيضا توجد مناعة ضد السرطان، ولكن للمناعة حدود. وأخيرا، إذا أعجبتك الحلقة ووجدت أن فيها بعض المعلومات الجديدة أو المفيدة، فرجاء مشاركتها.